السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم على قناة PLC براتيك للتحكم الآلي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا البوست ترانسفورماتور، غادي نشوفوا لي كومبوزون اللي كاينين الداخل في البوست ترانسفورماتور. عندنا هادو كيتسموا لي سيليل، اللي كيتسموا لي سيليل موديلير، اللي هما هادو كيأليمونتي لينا واحد جوج ديال لي ترانسفورماتور. كاين هذا واحد، كاين هنا وكاين واحد داخل في الوزين، هذا كيتسمى ترانسفورماتور. كي اولي مونتي لينا هاد ديجونكتور كيتسمى ديجونكتور ديفروشابل اللي كيعطي الوزين. كاين هاد لارموار خاصه بالكومبوساسيون افيد، كاين هاد لارموار خاصه بالتي جي بي تي 2 ديال لوري ديال بروتيكسيون ديال الترانسفورماتور اللي هي هادي. كاين هذا الكونتاج او الكونتور كيحسب لنا لا بويسونس اللي كيكونسومي لوزين. هاد لارموار خاصه بالاكستراكسيون اللي كتبرد لينا لوكال ديال الترانسفورماتور. وكاين هاد لارموار خاصه بالشارج ديال لي باتري. عندنا هنايا الاكستنتور، وكاين هاد لاصاله كتسمى البيرش، كاين واحد لي غوند دو بروتيكسيون. هنا كاينين لي فيزيبل ديال لي سيليل، هذا كاين مانيفير اللي كنديرو بيه ميزاناتير. بالنسبة ل هنايا عندنا جوج ديال لي ديبار، اريفي ديبار جوج كاينين، واحد ريزيرف واحد مستعملينو. كي جاية 22 كيلو فولت من لوينو، جاية من هنا داخلة من تحت هاد لي ديبار. واحد قلنا ريزيرف هو قاطعين، السامبول قاطعينو ديال لي ميزيراتير. هنايا مخدمين هذا، هنايا كاينين واحد لي جود بار كي اليمونتي لينا هاد السيليل ديال الكونتاج. هاد السيليل ديال الكونتاج في الموين طونسيون فيه تيسيد، ولكن خدموا معاه واحد الكونتور اللي وريتكم اللي هو هذا، هذا كيحسب لينا لا بويسونس اللي كيكونسومي لوزين. هذا كيتسمى الكونتور، عندو علاقة بالكونتاج بالسيليل ديال الكونتاج. هنايا كاين سيليل بروتيكسيون جينيرال. هنا عندنا لاريفي ديال ديبار الترانسفورماتور الثاني، عندنا جوج ديال لي ترانسفورماتور. هذا خاص بالترانسفورماتور اللي عندنا هنا، بروتيكسيون ترانسفورماتور هو هذا اللي غيليمونتي لينا هاد الترانسفورماتور اللي هو هذا في 400 كافية. جاي الكابليات هنايا، هنا هادي هي البروميير ديال الترانسفورماتور، فيها 22 كيلو فولت هي لونطري ديالو، و خارج لينا ب 400 فولت اللي هي هادي السورتي. هذا تاليمونتي لينا هاد الديجونكتور، وهذا غي اليمونتي لينا واحد تي جي بي تي عندنا في الوزين. هنايا في الترانسفورماتور عندنا هذا كيتسمى تي جي بي تي 2 ديديكسيون غاز بريسيون التمبيراتور نيفو 1 ونيفو 2، كيتسمى تي جي بي تي 2. لارموار ديالها هو اللي وريتكم دابا، غنوريه لكم هو هذا. هنايا لا تمبيراتور نيفو 1 نيفو 2، ديفو ديال لا بريسيون، هنا ديفو ديال الغاز، هنايا الكلاكسون ولا كان شي ديفو كي الكلاكسون. هنا باش كنأريتيو الكلاكسون، هنا باش كنحيد نديكاجيو الديفو. بالنسبه لهنا كاين هذا المانومتر ديال لا تمبيراتور، هنا في 40 دوغري خاصو ما يديباسيش لينا 60، يلا هنا وصل 40. هنا كاين هذا البلاك سينياريتي ديال الترانسفورماتور. اول ما خصنا نعرف في الترانسفورماتور خصنا نعرفو شحال كيخدم. هنايا هذا لا بويسونس نومينال ديالو هي 400 كافيا، كنحسبوها بالكافيا ما نقولوش كيلو وات، كنحسبو لا ترانسفورماتور بالكافيا. هنايا لو بروميير ديالو كيدخل لينا 23000 ولا 22000 ولا 20000. هنا باش كنختاروها، هنا حنا عندنا في المغرب 22000، دونك خاصنا كاين هنا واحد لانديس هنايا فيه الواحد والجوج والثلاثة. حنا خاصنا نختارو الجوج، انا نبينو لكم هنا واضح مزيان. هذا فيه واحد وجوج وثلاثة، حنا مختارين الجوج لحقاش المغرب كيدخل 22 كيلو فولت، هي هادي الجوج راه فيها 22 كيلو فولت في البروميير. وفي السكوندير ديالو غيخرج لينا 400، ها هي هنايا 400 فولت. بالنسبه للكورون في البرومير كاينه 10.50، وفي السكوندير كاينه 577 امبير.
هنا الكوبلاج في البروميير تريانجل وفي سكوندير ايطوال، ترانسفورماتور مكوبلي تريانجل ايطوال. هنا كنا ديجا مسؤول عندي التي جي بي تي الوزين كتسمى ديجونكتور ديبروشابل. هنا بالنسبه لهاد الانوار خاصه بالكومبوساسيون افيد، كاينين لي باتري كومبوساسيون افيد. هاد لي كومبوساسيون دابا نديرو شي درس بوحدو، راه عندو علاقه بالترانسفورماتور. الا كان الوزين مثلا ما خدامش، داك الشارج كتعطي لينا هاد لي باتري، كيعطينا واحد لا بويسونس رياكتيف. بالنسبه لهاد الطابلو اللي خاص بالاكستراكسيون اللي كيعطينا التبريد لهاد لوكال، كاين لا فونتيلاتور مع واحد التيرموستاو كتخدم لينا مع هنا لي سيليل. هاد لي سيليل الا بغينا نديرو شي لانترفونسيون لهاد الترانسفورماتور، كنجيو كنقطعو في هاد ديجونكتور، هذا ديجونكتور سبيسيال، كنبركو على هاد الزيرو باش نقطعو هاد ديجونكتور. ولا بغينا نعاودو نخدمو هاد ديجونكتور كيتشارجا، كاين هاد المانوفر هذا كنشارجيو بيه، كيبقى تشارجي عاد كتورك على الاه باش يخدم لينا. دونك هنا ملي قلنا غنبغيو نخدمو نديرو شي لانترفونسيون لهاد الترانسفورماتور، الا لاحظتو معانا هنايا كاينين هادو، هاد واحد لي لومبرام كيشعلو هنا، هما كيقولك راه كاينه لا بريزونس ديال الطونسيون. دونك راه كاين طونسيون هنايا، خصنا حتى نقطعو من ديجونكتور نقول زيرو، ميبقاوش شاعلين هادو باش ميبقاش ليمونطاسيون. ونديرو ميزالاتير، باش نديرو ميزالاتير كنجيو لهنا نحيدو هادو. كاين واحد المانيفير غادي نوري ليكم، نديرو هنا وندورو كيولي هاد الخط غادي لاتير، باش كنديرو ميزالاتير. هنا السيليل الاخر ديال الديبار ديال الترانسفورماتور الثاني هو فيه لاليمونطاسيون، هاهما شاعلين لي فوايون. هنا عندنا هاد سبيم ديال شنايدر كتعطينا الكورون، وكتعطينا حتى لا بويسونس لي طالبين هنايا من لوينو، شحال مثلا 1600 كافي ولا شحال طالبين. و راه ديباسيناها كديكلونشينا السيليل، كياليمونطيها هو كياليمونطيها السيليل ديال الكونتاج هاد السبيم. هذا هو المانيفير اللي كنديرو به ميزالاتير، كنديروه هنا كندورو باش كنديرو ميزالاتير بحال هادي لي ميزالاتير هنايا في هاد السيليل ديال ديبار ديال ريزيرف. هنا عندنا ديال البروتيكسيون، مثلا كاين هنا عندنا هادي كتسمى البيرش، هاد العصا كتسمى البيرش، نجرو بها شي واحد. هنا كاين الطابل ديال البلاستيك كنطلعو فوق منها بغينا نخدمو. هنا كاين لي ليغون ديال البروتيكسيون باش كنخدمو. هاد لي ليغون هنايا فيهم لي كلاس، بالنسبة لهاد الكلاس هاد ليغون كيوصلو حتى 100 كيلو فولت، وفيهم لي كلاس. هنايا هاد ليغون فيها كلاس وقيلا على ما أظن 3، هنا نشوفو هاي كاين كلاس أ وكلاس دو. هنايا عندنا كلاس 3 هاي توصل حتى 100 كيلو فولت ماد ان بولوند. وهنا كيتسمو لي فيزيبل، هادو هما لي فيزيبل اللي كيكونوا في لو سيليل، كيكونوا هنا كيتشونجاو هنا، كيكونوا بروتيكسيون للترانسفورماتور. بالنسبه هنايا كاين هاد الشيما انيفيلير، هادي شيما انيفيلير ديال دو سيليل. هنا عندنا لاحظتو معنا هنا كاين لاريفي ديال ديبار جايه من لوينو، هما كاينين هنايا جوج ديال لي ديبار اريفي ديبار، هما هادو لي وريتكم هادو جوج خدمي هنايا واحد عاطي السيلي ديال كونتاج مويان طونسيون اللي هو هذا اللي انا مطيب هذا الكونتور زعما باش نسبو به. وهنايا كاين اريفي دي بار واحد اخر عاطي الترانسفورماتور الثاني اللي داخل لوزين. عندنا جوج ديال لي ترانسفورماتور لاحظتو كاينين جوج تما برون اسمو ايطوا تريانجل. هنايا عاطي السيلي ديال بروتيكسيون ترانسفورماتور اللي عندنا هنا، ها هو جاي لهاد الترانسفورماتور تريانجل ايطوال كوبلاج هو هذا، وعاطي الكومبونساسيون افيد هما هادو، هادو هما لي باتري ديال الكومبونساسيون افيد كاينين هنا كاينين في هاد الطابلو جايين. عاطي لاريفي دي بار واحد اخر اللي عاطي الترانسفورماتور التاني اللي كاين في لوزين. بالنسبة لهاد الترانسفورماتور عندنا هنا فيه 400 كافية، والاخر اللي في داخل الفلوزين في 1250 كافية، كبر من هذا اللي عندنا هنايا تو مبروش ايطوال تريانجل. هادو هما لي سيليل، هادشي اللي كاين عندنا اليوم. ان شاء الله الفيديو الجاي نشوفو شي حاجة واحدة اخرى. واللي عجبو الفيديو يتابونا ويدير جيم ويبارطاجي.
وسي وصل الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.